ماذا بعد لقاء المنقوش مع وزير احتلال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي؟ فتح تحقيق وإقالة مع تأجيل التنفيذ، إن صح التعبير. نتابع التقرير ثم نعود لتفاصيل أكثر مع هذا الموضوع. وصف عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بالأمر الجلل، معلنا رفض حكومته التطبيع مع إسرائيل من دون حسم مسألة إقالة المنقوش التي غادرت البلاد إلى تركيا إثر الاحتجاجات. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وكانت بيبة اكتفى ليلة الأحد الاثنين الماضي بإعلان وقف المنقوش عن العمل وتكليف لجنة وزارية للتحقيق معها وإعلان النتائج في أجل أقصاه 3 أيام، ثم يعلن يوم الاثنين إقالتها، ولكن في اجتماع مجلس الوزراء لم يتطرق للموضوع. محللون يرون أن قرار إقالة المنقوش كان يجب الإعلان عنه للخروج من دائرة الشبهات وتأكيد عدم صلة دبيبة بلقاء روما، وقوله إن لقاء المنقوش تصرف فردي، يعني أنه جرى من دون علم الحكومة، ومثل هذا التصرف يقابل بإجراء إقالتها الفوري. ولكن الملفت هو طلبه بعد ذلك بانتظار نتائج التحقيق ليعرف الجميع تفاصيل ما حدث في روما من دون أن يشير إلى كيفية التحقيق مع الوزيرة التي غادرت البلاد. في ذات السياق لم توضح وزيرة العدل بالحكومة حليمة البوسيفي رئيسة فريق التحقيق الوزاري طريقة التحقيق مع المنقوش، مكتفية بالتأكيد على استمرار التحقيق بسرية كما تقتضيه القوانين. كما طلب مسؤولون في حكومة دبيبة بضرورة معرفة تفاصيل ما حدث في لقاء روما والتحقيق في ملفات وزارة الخارجية للتأكيد للرأي العام على أن هذا التصرف كان فردياً، فقضية المنقوش سياسية وطنية وليست خطأ إداريا حتى ينص قرار وقفها عن العمل على إحالتها إلى تحقيق إداري حسب رأيهم، مستغربين في نفس الوقت من مسألة التحقيق مع المنقوش نظرا لمغادرتها ليبيا. ويبقى السؤال المطروح الآن هو قدرة عبد الحميد دبيبة على تجاوز هذه الأزمة أو الورطة، خاصة مع عمل عديد الجهات في الداخل والخارج على تحميله المسؤولية ودفع ضريبة خطأ اعتبره هو تصرفا فرديا. إذن خطأ فردي أم إرباك في صف حكومة الدبيبة يتحمل هو المسؤولية في آخر الأمر ورئيس حكومة، أما أن سيحمل المسؤولية كلها للمنقوش ويقدمك كبش فداء؟ سنعود أكثر لهذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ محمد محفوظ الكاتب والمحلل السياسي معنا من طرابلس. أهلا بك أستاذ محمد. للأسف لا أستمع إلى الصوت، إن شاء الله تكون تستمع إلي أنت. نعم أستاذ محمد. أهلا بك من جديد. إذا يعني مباشرة في صلب الموضوع، واضح هناك إرباك لدى حكومة دبيبة. المعلومات رشحت على الأقل من بعض الأوساط المقربة للحكومة بأن المنقوش رفع التقرير، وزارة الخارجية رفعت تقرير في هذا اللقاء الذي وصفته بأنه كان عرضا وغير مبرمج لحكومة دبيبة، ويبدو أن الخطأ كان في اتخاذ القرار عند دبيبة هو عدم الإعلان عن هذا اللقاء في إبانه والعمل على عامل الصمت ويمكن أن تمر أمور في سرية، ولكن كل ذلك لم يحصل. نعم كما ذكرت أستاذ محمد، يبدو أنه كان من المخطط ألا يتم الإعلان عن هذا اللقاء، وهذا الأمر مدعوم بعدة دلالات. الدلالة الأولى هو عدم الإسراع في ردود الأفعال. مرت أكثر من 7 ساعات أتذكر حينها من نشر الخبر، وبعد ذلك بعد 7 ساعات أعلنت الحكومة عن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق. لو كانت الحكومة تريد تسريب الخبر وكان هناك اتفاق بين الجانب الليبي وبين الجانب الإسرائيلي على نشر هذا الخبر لكانت استعدت الحكومة لردود الأفعال من الواضح التي ستكون غاضبة جدا والتي يعني لم تتوقعها الحكومة، وبالتالي أعتقد أن التأخر في ردود الأفعال والربكة من مسألة إيقاف المنقوش وإحالة التحقيق بعدها بيوم يعلن دبيبة من سفارة فلسطين في طرابلس على إيقافها أو حتى تنحيتها بشكل نهائي وإقالتها من منصبها، ولذلك هذا الأمر كان مخطط. الأمر الذي يجب التأكيد عليه
أن المنقوش لن تقال ولم تقال ولن تقال. المنقوش لو أقيلت سيد محمد سوف تهدم المعبد على رؤوس من كانوا معها. والمؤكد أنها لم تكن لوحدها في هذا اللقاء، وأن هناك لقاءات حسب العديد من المعلومات قد عقدت أكثر تقريبا من 3 لقاءات، ولقاء المنقوش كان هو الرابع عقدت بين مسؤولين من حكومة دبيبة ومسؤولين من الكيان بمختلف مستوياته. وبالتالي طبعا إضافة إلى العديد من اللقاءات التي جمعت يعني مسؤولين إسرائيليين يعني مسؤولين ليبيين سواء كان على مستوى شرق ليبيا أو حتى غرب ليبيا على مدار السنوات الماضية، ولكن نتحدث فقط في إطار الحكومة اليوم باعتبار أنها هي قضية الساعة. لذلك المسألة يعني لم يقبل أن يضحى بها ككبش فداء، وتراجع بشكل واضح دبيبة برغم أنه كان واضحا منذ البداية في إقالتها، تراجع عن إقالتها وتحدث على لجنة التحقيق وتحدث على حتى في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تحدث على كفاءتها وقدراتها في إنجاح وزارة الخارجية وفي إنعاش الدبلوماسية الليبية. لذلك أعتقد أن خلال أيام قليلة سترجع المنقوش لمهامها. أنا أعتقد أنه حديث عن لجنة التحقيق، كل الحديث الرسمي الحكومي والكلام الرسمي لا أظن أنه يقبله عقل ومنطق سيد محمد. يعني هل من المقبول ومن المعقول لنا أن نصدق بأن وزيرة خارجية تذهب للقاء وزير خارجية آخر، ونحن نتحدث عن إسرائيل ولا نتحدث على دولة عادية يعني تربطنا بها علاقة، ورئيس الحكومة ليس لديه علم أو أطراف الحكومة ليس لديه علم؟ لا أعتقد أن هذا الأمر منطقي قابل أن يصدق، بغض النظر عن الدلالات، بغض النظر عن معلومات. طيب في هذه النقطة أستاذ محمد، وكأنك تشير بأنه كان لقاء وليس يعني كانت جلسة، جلسة وليس لقاء عابرا أمام مكتب وزير خارجية الإيطالي كما ورد في بيان وزارة الخارجية. يعني بكل تأكيد لا، لقاء مرتب له ومنسق له من الجانب الإيطالي، والدلال على ذلك والدليل على ذلك كثيرة. تحدثت صحف إيطالية، تحدثت أسوشيتد بريس عن هذا الأمر بشكل تفصيلي، وعلى أن دبيبة كان يعني رتب اللقاء مع ويليام بيرز عندما التقاه في روما في مؤتمر تاني من الهجرة الأخير، وأيضا عندما جاء بيرز إلى ليبيا هنا في يناير الماضي نقش هذا الأمر بشكل واضح جدا. وحتى قضية الـ يعني الأخبار من الجانب الإسرائيلي على أن هناك جانب أمريكي قد غضب بشكل كبير على تسريب هذا الخبر من الخارجية الإسرائيلية. يعني تتحدث الأمريكان يتحدثون على أن هذا التسريب قد دمر جهود الولايات المتحدة لمدة 2 سنين في إطار محاولة التقريب بين وجهات النظر بين الجانب الليبي والجانب الإسرائيلي. لذلك أعتقد أن الأمر كان على أعلى المستويات، لم يكن يعني بمحض الصدفة، لم يكن لقاء عابرا، لم يكن يعني هناك وجهة نظر أخرى اليوم تطرح في الجانب الرسمي هنا وهي مثيرة للسخرية، أن المنقوش كانت على لقاء مع وزير خارجية الإيطالي وجاء كوهين ولم تتعرف عليه، لم تعرفه. هل هذا منطقي؟ هل هذا كلام نستطيع اليوم تصديقه؟ لذلك المنقوش لن تتم إقالتها، لأن إذا أقيلت المنقوش وحست أنها تم الدفع بها ككبش فداء سوف تكشف معلومات وتفاصيل على عديد الأشياء، وبالتالي سوف يؤثر هذا الأمر على الحكومة وعلى وضعها الداخلي. طيب، وبالتالي اليوم التعويل بالنسبة لدبيبة والحكومة يعولون على عامل الزمن، وقد نجح، وأعتقد أن هذا التعويل قد نجح. الليبيون تناسوا هذه القضية، والمسألة تحتاج ربما إلى أيام أخرى حتى يعني لا يكون لها أي ردود فعل وترجع المنقوش وكأن شيء. امتصاص حالة الغضب الشعبي. أنا أذهب معك إلى العمق، وهو على المستوى البعيد والاستراتيجي أيضا مهم جدا. تشويه النخبة السياسية في ليبيا الآن، الشارع الليبي سيفقد الثقة في الجميع، حتى الذي له الحد الأدنى من النقاء. عبد الحميد دبيبة ليس رجل سياسة ولا رجل حزبي، في آخر الأمر واتى من مناخ آخر إلى مناخ العمل السياسي في الحكومة، لكن في آخر الأمر لم تلتصق به شبهات في حجم التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى هذا التطبيع الغير معلن في آخر الأمر، أن تجلس مع ناس جلساته ورجحت العديد من المعلومات، يعني نردها بتحفظ أن أكثر من جلسة حتى لشخصيات مقربة من دبيبة، إضافة لما يحصل في الشرق مع خليفة حفتر وصدام خليفة حفتر وخلافه. يعني الآن الشارع الليبي سيفقد الثقة في الجميع،
سيفقد الثقة في كل هذه النخبة، هذه النخبة. تصحر سياسي 40 سنة والآن بعد 10 سنوات شارع ليبي بلا نخبة سياسية قادرة على القيادة، ماذا ينتظر ليبيا أمام هذا المشهد؟ هذا مؤكد جدا وهذا أمر هام وهذا خطير أيضا بكل تأكيد. يعني على يعني سؤالك مهم للغاية. شوف أستاذ محمد، ما جرى يعتبر دلالة واضحة على أن السلطات المؤقتة اليوم الموجودة في ليبيا منعدمة الشرعية، كلها اليوم جاءت نتيجة لتسويات دولية وصفقات سياسية كما أسميها، وليست منبثقة عن إرادة الشعب وإرادة الصندوق الافتراء. وبالتالي هذه السلطات على قدر من القبول بأن تقبل بعديد الأشياء حتى ولو كانت هذه الأشياء وهذه السياسات لا تمثل الرأي العام الشعبي ولا تمثل المكتسبات الشعبية بالأحرى. وبالتالي أنا أقول جملة هامة، أنه الكل اليوم لديه قدرة ولديه قبول على أن يفعل ما فعله دبيبة كي يبقى في السلطة. هذا أمر ليس فيه جدال، ولذلك علينا كليبيين أن نعي تماما أننا يعني هذا أمر في ظل عديد الأمور قد تحدث وقد حدثت في السابق. إذا لم ندفع في اتجاه عملية سياسية تفضي لنا انتخابات، هذه الانتخابات تأتي لنا بسلطة تشريعية منبثقة على الشعب وسلطة تنفيذية كذلك، ولذلك هذا الأمر إذا لم يأتي سوف يعني تحدث أشياء ولا نستطيع الحديث. هؤلاء اليوم يعني يتمسكون بالسلطة ليس من باب الشعب، ليس من إرادة الشعب، بل بطردية المجتمع الدولي بالدخول في صفقات سياسية وربما حتى عسكرية، مستعدون أن يبقى في السلطة، أن يبقوا في السلطة حتى ولو كان ثمن هذا البقاء الدم والصراع المسلح، حتى ولو كان ثمن هذا البقاء هو الدوس بالأحرى الدوس على مكتسبات الشعب وعلى مكتسبات الليبيين التي يرفضون بشكل واضح. لذلك أعتقد أن هذا الأمر مهم جدا. لا أريد أن أقاطع. تعويل على الشارع. لا أريد أن أقاطعك، لك الوقت يداهمنا، ولكن أنت ذكرت الدوس. التطبيع هو دوس على أحد ثوابت الشعب الليبي، هذا هو الإشكال يعني الذي يطرح في علاقة هذا الشارع اللاعب والشعب الليبي بالفعل السياسي إن كان في السلطة أو في التشكيلات الأخرى كالأحزاب والجمعيات. على كل متابعة للموضوع، ننتظر ماذا ستصل نتائج التحقيق، وأن تعرف يعني نحن العرب إذا دخل الموضوع إلى لجنة سيموت هناك في اللجنة ولن يخرج منها. اسمح لي أستاذ محمد، في ليبيا شخصية في ليبيا تحديدا إذا ما أردت أن تعرقل شيئا ما أي شيء شكل له لجنة، شكل له لجنة. وضحت الصورة. شكرا لك أستاذ محمد محفوظ الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس، شكرا لك.